36 طنا من المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان حملتها طائرة روسية هبطت بعد ظهر الأربعاء في مطار رفيق الحريري الدولي تنفيذا لقرار موسكو الصادر في 20 شباط الماضي بشأن مساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين. المساعدات التي تشمل بطانيات، مأكولات للأطفال ومواد غذائية، مولدا كهربائيا وأدوات منزلية، تم تسليمها للهيئة العليا للإغاثة في حضور السفير الروسي. أي شحنة الأولى من 4 شحنات مبرمج إيصالها خلال شهر أبريل، نفعلها ليست لDI بل قدر الإمكان نحاول أن نسهل الأحوال للاجئين السوريين في لبنان ونخفف أعباء التي يتحملها لبنان دولة وشعبا. وتم الاتفاق المبدئي حول تقديم لهذه المساعدة الإنسانية خلال اللقاء الذي تم في موسكو في شهر يناير بين رئيسين فلاديمير بوتين وميشيل سليمان. وتم الاتفاق على أساس أنه نحن متعاطفين مع الناس السوريين ومع اللبنانيين. وأكد السفير الروسي نهج بلاده المستقيم لمصلحة التسوية السياسية للنزاع السوري عن طريق وقف أعمال العنف وإجراء الحوار بين السلطات السورية والمعارضة وفقا لبيان جنيف.